نيها؟ ألو؟ نيها كوني على الوقت. شكله هذا اليوم مو يومي، اللابتوب ما عم يشتغل أبداً. أنا ما بعرف شو الفايدة من حياتي. هذا النموذج كتير صعب. شاركت بمسابقات علم الرياضيات، وصلتني رسالة إنهم اختاروني. معقول؟ أنا ما رح أقدر شارك هالمرة. بس لشو؟ اسمعيني، بدون شي البيت كله مشاكل ودراما. ما بدي زيد عليهم. ليكي آشا، انتي ما بتعرفي إنه هي فرصة كتير كبيرة لحتى تفوزي وما بصير تنسحبي منها. مزبوط نيها، بس أكيد إذا بدي شارك فيها لازم أطلع برا المدينة. وماما بدون شي متوترة، ما بظن لازم خبرها هالشي هلا. بنوب بنوب، انتي لازم تخبريها. لو سمحتي ما تحكي شي قدام أي حدا، وأنا رح أتصرف. قلتي إنك رح تدرسي وكل الوقت. لا ماما، بس كنت عم أحكي مع نيها شوي. تحكي بعدين، ليش لا تحكي بوقت الدراسة؟ كلي ليكي، هاي معلمتك قالت لي مرة آشا ذكية كتير ولازم تشارك بمسابقات رياضيات. قلتي مسابقة الرياضيات؟ يلي هو، ما شاركتي؟ لا مو؟ إذا أنت آخر همك الدراسة شو رح ياخدك لهونيك؟ اسمعي، أنت ما رح تنجحي بالمرة. ماما قبل شوي اختاروني. أنا وصلتني رسالة. بس ليش ما حكيتي؟ ماما أنت على طول عم تضلي متوترة. أنت أمي؟ لكن ليش عم تفكري هيك؟ لا ما بيصير. أنا هون حتى أهتم فيكي، مو العكس يا بنتي. أنا سمعتك عم تحكي إنه ما بدك تروحي، بس يا بنتي هالشي ما بيصير. ما في داعي تفكري بهالقصص، فكري بدرسك، هذا المهم. إمتى الامتحان؟ الامتحان بعد بكرة، بكرة لازم التحق. بس شو قصدك؟ الامتحان مو بدلهي؟ لا ماما، بمومباي. مومباي؟ ماما أكيد رح يكون في معي ولاد، بس إذا ما بدك ما رح شارك. بعد آخر رحلة أنا صرت خاف، خاف أبعتك برا المدينة. أمي، أنا رح أحكي مع معلمتك وأفهم منها قصة السفرة وبعدها منقرر. بس ماما، إذا أنت سمعتي حكي ليش بهدلتيني؟ ممتاز اللي بس هيك، منيح ما ضربتك. ليش خبيتي عني هاي القصة؟ وكيف قررتي ما تروحي؟ بدي تنجحي يا بنتي وتدرسي وتتفوقي كمان لشوف حالي. بدي توقفي على رجليكي. بالتوفيق يا بنتي. هدية إلي أنا؟ طولي بالك، هاد لإلك. لابتوب إلي أنا؟ إيه، قلتي لابتوبك ما عم يشتغل، لهيك يلا خديه لحتى تنجحي. موفقة. شكراً نيها، بس ما رح أقدر أقبل هاي الهدية. ليش؟ ماما رح تزعل، هي ما رح ترضى. بس نيها، رفيقتي عم تتصل فيني، هي كمان انقبلت. رح أرجع بس دقيقة. إيه؟ بتشكرك، بس أعطيني دقيقة. بس الإخوات هنن أفضل رفقات بالعالم. مع حبي نيها، يا رفيقتي المفضلة آشا. شو صار؟ ليش مانو عم بيعلق؟ نيها؟ نيها، أنا رح أخذ لابتوبك. لابتوبي عم يعلق وعندي شغل كتير.
شو ناطرة؟ روحي جيبي اللابتوب. بصراحة مو موجود، اللابتوب انسرق بالجامعة. مو معي. بس كيف انسرق؟ وليش ما انتبهتي؟ بعدين كيف ما بتقولي لي؟ هو ما كان بدي ازعجك بهالقصة، انت ما تقلقي، وعلى كلن رحت وسجلت بلاغ، واكيد هنن رح يدوروا. ايه اكيد بنتي، بس كيف رح تعملي واجباتك لوقتها؟ لو انك حكيتي كنت اشتريت لك واحد. مو مشكلة، انا بكره رح اشتري، ماشي؟ ايه مدام، يعني في ترتيبات لوجبات الاكل شي؟ يعني هنن هنيك رح ياكلوا كلهم عادي؟ ماما أشا ما رح تطول، مومبي هون وفي اكل هنيك. ايه ماشي، شكرا مدام، بشوفك. هي رح تسافر بدوني، هي اول مره. نسيت لابتوب آشا كان معطل، هي خبرتني وأنا نسيته، وما ضل في وقت وما معي مصاري لحتى أشتري واحد. أنا عندي رفيقة أخوها ببيع لابتوبات مستعملة وحالتهم منيحة، رح أقول له يبعث لنا واحد قبل ما تروح. إيه منيح محلولة. صح ديشا، جبتي الأغراض يلي طلبتها منك؟ ما نسيتي شي؟ ايه أنا جبتهم، هدول هنين، تفضلي. ايه منيح. لك هي شنطاية نيها، هي ما تذكرت تاخد اللابتوب معها. نيها أنا رح آخذ لابتوبك. بصراحة مو موجود، اللابتوب انسرق بالجامعة. دقيقة، هاتي أعطيني اللابتوب. هذا اللابتوب لنيها. لابتوب أنت اللي سرقتي؟ سرقته منها؟ أنا ليش لأسرق لابتوب نيها يعني؟ وين؟ وين في حدا أصدق منك أنت؟ أبرجيتا خالة أنت غلطانة، أنا أبرجيتا. ما سرقت لابتوب أي حدا. شوفي آشا، هي بنتك آشا، أوعك تتأملي منها شي منيح بنوب.